لنا حقوق وعلينا واجبات. أولا أكتشف ألاحظ الصورة، كيف يخرج التلاميذ من القسم؟ يخرج التلاميذ من القسم محدثين الفوضى. بماذا سيقوم المعلم؟ سيقوم بإرشادهم. ثالثا أغني معجمي، أستخرج من النص عبارات تدل على الحق، عبارات تدل على الواجب. عبارة تدل على الحق، من حقهم التعلم والتربية والتمتع بالأمان والتقدير والمشاركة في الأنشطة المدرسية. عبارات تدل على الواجب، العبارات التي تدل على الواجب: احترام قواعد النظام والالتزام بمواعيد الدراسة، احترام الأساتذة، المحافظة على المرافق، عدم استعمال وسائل الاتصال بدون إذن، عدم التشويش على الأصدقاء أثناء الدرس. أتمم بكلمات من النص: الفوضى ضدها النظام، الإهمال ضدها المحافظة، يمنع ضدها يسمح، أجبت ضدها سألت. رابعا أفهم كيف وقف المعلم أمام سلوك التلاميذ. وقف المعلم أمام سلوك التلاميذ مندهشا. ماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يكتبوا ميثاق القسم وأن لا يعودوا إلى مثل هذا السلوك المشين. عماذا سأل التلميذ معلمه؟ سأل التلميذ معلمه عن حقوق التلميذ. أستخرج حقوقي من النص. حقوق التلميذ هي: الحق في التعلم والتربية والتمتع بالأمان والتقدير والمشاركة في الأنشطة المدرسية. أستثمر أقرأ العبارات التي تدل على واجبات التلميذ والتلميذة. العبارات هي: احترام قواعد النظام والالتزام بمواعيد الدراسة، واحترام الأساتذة والمحافظة على المرافق، ولا يسمح باستعمال وسائل الاتصال، ولا يجوز التشويش على الأصدقاء أثناء الدرس.